لو اني اطلب منك انك توصف لي مسقط راسك، المنيا، قريه المنيا، قريه القيم، كيف تصفها يعني في كلمه؟ هي المنيا عباره عن المحافظه الدوله المدينه يعني، وقريتي تسمى تله، وتله هي من يعني الهضبه او تله يعني، او حتى في الفعل تله اي عدله يعني، تدل تله الجبين يعني، فتله الهضبه هذه. استطيع ان اقول وان كنت ذره منها، هي كان مجتمع حب، مجتمع يعني. قلت للمذيع الامريكي في التلفزيون الامريكي مره عندما قال هل رايت شوارع امريكا والهاي واي ذات السبعه حارات والحارات العده، ما رايك؟ قلت له فعلا هي متسعه. قال هل رايت اوسع منها؟ قلت نعم. قال ارايت اوسع من هذه الشوارع التي؟ قلت نعم. حارات قريات الصغيره في صعيد مصر التي لا تتحمل ان يسير فيها حماران في اتجاه معاكس، لكنها اوسع لان عندما اتسعت صدور وقلوب اهلها اتسعت شوارعهم، سموا الخياط مع الاحباب ميدان.